طيب احنا في السيشن اللي فات ده في شويه التنطيطين اللي احنا اخدناهم، اخدنا ان مين المسؤول عن التريتس، مين اللي بيعمل كنترول للتريتس. احنا قلنا ان هو الكروموسوم. طب الكروموسوم ده موجود فين؟ في النيوكلاس. طب النيوكلاس دي موجوده فين؟ inside the cell, the center of the cell. طب each cell in offspring contains chromosome، بمعنى ان اي خلية لازم يبقى جواها كروموسوم. طب الكروموسومات دي بتيجي من عند مين؟ This chromosome exists as pairs on chromosome from each parent. لازم البير يكون عندهم زوج من الكروموسوم او زوجان من الكروموسوم، يعني 2 كروموسوم بمعنى صح. طيب one chromosome from each parent، كروموسوم واحد بس من الاب وكروموسوم من الام. يعني احنا عندك الاب والام، تاخد من الاب كروموسوم والام كروموسوم، فالاثنين بيعتبروا ايه؟ كروموسومات من الاباء. طيب في عندي 3 تعريفات هنا لازم اخد بالي منهم. حاجه اسمها الجين. جين يعني ايه جين؟ it is a section one it is a section on a chromosome that has genetic information for a trait for some traits. يعني بمعنى صح هو عبارة عن كروموسوم واحد بس بيحتوي على معلومات جينية. The gene on each chromosome can be the same or different. وممكن الجينات دي تكون متشابهة وممكن تكون مختلفة. يبقى ده التعريف بتاع مين؟ بتاع الجين. كمان مرة، it is a section on a chromosome that has genetic information for one trait. هو عبارة عن جزء من الكروموسومات أو جزء من الكروموسوم، كانت حتة كده من الكروموسوم تحتوي على معلومات جينية أو معلومات وراثية، ماشي، لصفة واحدة. مش عم نعم اتفضل. مس أيوة انت عندك لاج، فين؟ النت عندك وحش، مال طيب الصوت عمال يقطع. طب خلاص انا هعيد الجزء ده تاني. طب كويس كده. دلوقتي كويس. طب الحمد لله. طيب احنا بنتكلم على الديفينيشن بتاع الجين. معناه ايه الجين ده؟ عبارة عن سيكشن اون اكروموسوم، جزء حتة كده في الكروموسوم، زي الفلاشة بمعنى صح، بتحط في اللابتوب. هو بقى بدل ما نحطها في اللابتوب، ده هي حتة موجودة في الكروموسوم، يبقى section on chromosome that has genetic information for one trait. هو عبارة عن جزء من الكروموسومات له معلومات وراثية موجودة فيه، بتحتوي على صفة واحدة بس. The gene on each chromosome can be the same or different. والجينات دي موجود، والحتة بتاعت الجينات أو الجين الموجود في الكروموسوم ممكن يكون متشابه وممكن يكون مختلف. يبقى ده التعريف بتاع الجين. It is a section on a chromosome that has genetic information for one trait بصفة واحدة. طب ايه كمان المعلومة التانية؟ the gene on each chromosome can be the same or different. يعني الجين الموجود في الكروموسوم ممكن يكون متشابه وممكن يكون مختلف عن مين؟ عن الجين اللي في الكروموسوم التاني، لان احنا قلنا بيرز، الكروموسوم موجودة في شكل بيرز، مش احنا دايما بنقول الكروموسومات مش بتبقى في حاله انفراد، بتبقى لازم يكون في 2 مع بعضهم لازمين في بعض، تمام؟ ففيه واحد ممكن يكون متشابه مع التاني وممكن يكون مختلف، عشان كده بيقول لك the gene on each chromosome can be the same or different. الجين ممكن يكون متشابه وممكن يكون مختلف مع الكروموسوم التاني. الحته دي اتفهمت؟ اصل الحته دي خلي بالك مهمه جدا، التعريف بتاع الجين مهم خالص. It is a section of chromosome that have genetic information for one trait. The gene on each chromosome can be the same or different. تمام؟ خلاص كده؟ ماشي. في حالة تانية بقى اسمها ايه الكلمة اللي بعد كده دي؟ أليس أو all ears. لا All ears. أيوة، are the different forms of a gene. هو شكل أو تكوين مختلف عن الجين أو شكل من أشكال الجين. يعني أنا عندي الجين ده وليه أشكال يا مس؟ أه ليه أشكال. الأشكال بتاعة الجين اسمها إيه؟ اسمها alleles. alleles. كمان مرة alleles. تمام؟ طيب التريت أعلم
تمام. الاليلز دي معناها ايه برضو؟ ممكن يقول لك مثلا what is the definition of alleles، هتقول are the different forms of a gene، او ممكن الاختصار بتاع form of a gene، تكوين من تكوينات الجين. طب التريت جينوتايب، الجينوتايب ده يعني انواع وراثية للجينات، are the two alleles that control the phenotype of trait، يعني عبارة عن نوعين من الأليلز بتعمل ضبط لشكل الجين. Scientists use symbols to represent the alleles in a genotype. طب تعالى كده مع بعضنا كده نشوف كده، ثانية واحدة كده مع بعض نشوف كلمة حاجة اسمها alleles دي معناها ايه. Alleles are the different forms of a gene. ملهاش تعريف بالعربي، بس هي تعتبر الأليلز دي form different forms of ايه؟ of genes، تكوين من تكوينات الجين. الكلمة التانية اللي أنا عايزاك تعرفها برضو معايا وهي التريت جينوتايب. طب هنا كاتب ايه؟ الاليس ان جينوتايب، جينوتايب معناها ايه؟ جينوتايب الجينوتايب الطراز العرقي، يعني الاصل بمعنى صح، اصل الجين او اصل السنه الوراثيه. طيب المطلوب مني هنا انا طبعا احفظ التعريفات، طبعا افهمها الاول بعد ما افهمها احفظها وبنحل اسئله. طيب هو هنا كتب التريد جينوتايب الأصل العرقي أو الصفات الوراثية، are the two alleles that control the phenotype of the. طب ليه قال لك two alleles؟ لأن إحنا من شوية لسه جايلين إن الجين بيكون في إن وان كروموسوم، وطالما إحنا عارفين إن الكروموسومات كانت في حالة انفراد، دايما الكروموسومات بتولد في حالة زوجية يعني اتنين مع بعض، يبقى معنى كده إن التريت جينوتايب لازم تكون في two alleles. كمان مرة كمان مرة، إحنا قلنا إن الجين عبارة عن سيكشن إن أكروم، إن الكروموسوم هاز جينيتيك انفورميشن فور وان تريت، يعني بمعنى صح الكروموسوم بيبقى عامل بالمنظر ده. بص كده معايا، انا هرسم لك رسمه. بص كده معايا، ادي الكروموسومات كده بتبقى عامله زي الفيون كده، ده كروموسوم وده كروموسوم. الكروموسوميه الواحده اهي دي بيبقى فيها حته كده صغنطوطه سيكشن ذات هاف جينيتيك انفورميشن، تمام؟ ده في واحده. طب التانية لازم يكون فيها برضه نفس الحاجة، فممكن يكون الاتنين دول متشابهين أو مختلفين. في الحالة دي بنقول إيه؟ الجين، الواحدة الواحدة من دي اسمها جين. طب الأليلز are different form of a gene، هنا في واحدة أليل وهنا في واحدة أليل. طب احنا التريت جينوتايب are the two alleles that control the phenotype، عبارة عن حاجتين من الأليلز دي هي دي اللي بتعمل ضبط وتحكم في الفينوتايب. يعني ايه الفينوتايب؟ اللي هو الاصل العرقي. يعني ايه اصل عرقي؟ يعني الشكل بتاع الناتج او الابن بيطلع شكله ايه، تمام؟ طيب هديك تعريف كده، هسألك سؤال، نسأل سؤال، what is the definition of a gene؟ الجين اه تعريف الجين يعني ايه؟ تو سيشن on a كروموسومي كروموسوم كروموسوم that has جينيتك انفورميشن genetic information and for فور وان تريد، تمام. طب يعني ايه كلمة one الألز؟ trait. طب التعريف بتاع الألز معناه ايه؟ التعريف بتاعه it
are the different forms of gene. طيب التعريف بتاع تريد جينوتايب هنقول are the two alleles that control the phenotype of a trait. بس كده السطر ده are the two alleles that control the phenotype of trait. هو عبارة عن اتنين من الأليلز بتعمل ضبط للأصل العرقي بتاع الصفة. هما دول المتحكمين أصلا في لون العينين أو لون الشعر أو شكل البشرة أو الطول أو القصر بتاع القامة. يبقى two alleles that control the phenotype. بس الأربع كلمات دول two alleles that control the phenotype. خلاص اوكي أوكي. طيب أنا عندي هنا الساينتست، مالهم عملوا إيه الساينتست دول؟ العلماء عملوا إيه؟ يلا بينا كده نشوف العلماء عملوا إيه. على فكرة يعني وانت بتاخد الحصة معايا المفروض تخلي كوباية مية جنبيك عشان تشرب منها عشان تصحصح معايا تفوق معايا. Scientists use symbols to represent the alleles in genotype. العلماء استخدموا رموز، الرموز دي فايدتها ايه؟ represent alleles in a genotype، بترمز الى الأليلز الموجودة في الجينات. يبقى انا هنا لو قلت لك مثلا what is the importance of symbols which scientists use، ايه فايدة الرموز اللي بيستخدموها العلماء؟ هتقول to represent the alleles in genotype عشان ترمز للأليلز الموجودة في الجينو إيه؟ لا أنت كده مصحصح، بسم الله ما شاء الله، أنا كنت فاكرك نايم. لا بصراحة ممتاز والله. ماشي علي، طب هسأل سؤال تاني، هقول لك complete. Scientists use symbols to represent the alleles in نقط إنها جينو genotype. ما مستمعك كويس، معلش قول تاني. جينوتايب حلو، طب هسألك سؤال تالت. scientists use symbols to نقط what represent the alleles. سنتيت ريز in a genotype. in a genotype جينوتايب طيب عندنا حاجة اسمها upper case letters، يعني الكلمات الأبر كيس. يعني ايه upper case؟ يعني الكابيتال letters. بمعنى ال upper case letters represent dominant alleles and lower case letters represent recessive alleles. احنا أخدنا من شوية عندي نوعين من ال alleles، في ال dominant الصفات السائدة اللي احنا قلنا عليها ان هي that blocks the recessive genes، وأخدنا التعريف بتاع كلمة recessive. recessive ده يعني الحاجات اللي بيحصل لها بلوجد، بمعنى اصح اللي هي الصفات الضعيفه. فطبعا الحاجه الضعيفه بتاخد اللي هو ايه لور كيس، اللي هو ايه احنا عكس كلمه كابيتال ليترز، احنا عندنا اسم السمول ليترز بمعنى اصح، اللي هو اللور كيس المقصود بها السمول ليترز، عارفها؟ طب استنى بص كده معايا كده، انا هرسم لك رسمه حلوه. بص معايا كده، اوكي الحرف ده حرف الايه الكابيتال، فده احنا بنسميه ابر كيس ليترز. ماشي. طيب لو انا عندي الكابيتال ليترز ده او الابر كيس ليترز ده ريبريزنت دوميننت اليلز، هو ده اللي بيمثل الدوميننت اليلز او الصفات السائده اللي هي بتعمل الصفات السائده اللي احنا لسه قايلين عليها، بتعمل بلوكت ذات بلوكس، هي اللي بتعمل بلوك لمين؟ للصفات الضعيفه للريسيسيف اليلز. طيب لو انا عندي لتر زي كده اللي اسمول، الاي سمول دي بسميها لور كيس ليترز. طب دي بتعمل ريبريزنت لمين؟ بتعمل ريبريزنت للريسيسيف اليلز، الصفات الضعيفه اللي هي بيحصل لها بلوكد كلمه بلوكد. طب بلوكد باي مين؟ بلوكد باي دوميننت اليلز، بيحصل لها بلوكد من خلال الدوميننت. يبقى المعلومة التانية أو البوينت نمبر 2 بيجي فيه السؤال إزاي؟ قلت لك هبل. نعم. بس يعني أتعب لو ال the law letters أتعب اللي هيعمل لها بلوك the اه اللي هيعمل لها بلوكت. upper ايوه الابر كيس هي اللي بالظبط. بص بص انا أيوه لا ثانية بس ثانية. بص انا عندي نوعين، عندي كلمتين مهمين جدا، عندك حاجة اسمها دوميننت اليلز وعندنا حاجة تاني اسمها ريسيسيف اليلز. اللي يهمني في الموضوع ده الابر كيس اللي هي الكابيتال ليترز بنكتبها عند مين؟ بنكتبها للدوميننت اليلز. يعني بمعنى اصح الاي كابيتال دي المفروض ان انا اكتبها فوق الدوميننت اليلز. طب الاسم وال
واروح اكتبها عند ليس مول فيربرز الريسيسيف الينز. طب ليس الاي سمولز بنسميها ايه كمان؟ بدل ما اكتب اسمه لا اكتب ايه؟ لور كيس ليترز. لور طب الابر كيس اللي هي مين؟ اللي هي الاي كابيتال. خلاص الاي كابيت ماشي. طب هنا السؤال بيجي ازاي بقى؟ بيقول لك مثلا تشوز ذا كوريكت انسر، الابر كيس ليتر ريبريزنت دوميننت اليز، وروح اعمل لك ايه بقى؟ يروح حاطط لك الاي كابيتال وحاطط لك الاي سمول. هتختار ايه، كابيتال ولا ايه سمول؟ لو انا قلت لك الابر كيس ايه دوميننت، ايوه ايه كابيتال، ايه كابيتال مش طويل. ما هما الاثنين حرف الايه، هتختار ايه كابيتال ولا ايه سمول؟ كابيتال حلو. طب لو انا قلت لك لور كيس ليترز ريبريزنت، سمول طيب هنا بقى السؤال اللي بقى البوينت اللي بعده، او ايوه البوينت اللي بعده. The table in page 15 shows the possible genotype for horse round and الكلمة دي بقى مش شايفاها، ايه الكلمة دي؟ افتح البوكلت كده واقرا لي. بيج، بيج كام؟ بيج فور. Winkled رينكل اللي لا هي W R I N K L E. ايدي في الاخر اوكي رينكل، رينكل ماشي. رينكل ذا سيد فينوتايب، يعني في جدول في صفحة 15 بيوضح ان في ان الجينات دي ممكن يحصل لها ايه، رينكلد سيدز فينوتايب، بيتم استعادتها في دائرة كده او مصفوف. اراوند سيد كان هاف تو جين. بص هو احنا هناخد، احنا وصلنا لغاية البوينت دي وكفاية كده، عشان انت عندك شغل بعد شوية خلاص، فانت هتستعد له طبعا. بس بإذن الله بكرة هنكمل وبعد كده هنحل أسئلة. تمام، تمام شكرا خالص على حضورك النهارده، واتمنى تكون استفدت مني. استفدت؟ طيب خلاص ان شاء الله اشوفك بكره على خير. شكرا جزيلا، سلام عليكم.